مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون. من المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تطالب أساتذة جامعة صنعاء بالخروج من السكن الجامعي. وفي موقع بلقيس، المرأة اليمنية من النضال المحلي إلى صدارة الجوائز العالمية. وفي الأخبار المنوعة، محاكمة زوج وزيرة ألمانية بتهمة التغيب عن العمل. كسر الباب أمام المرأة اليمنية، وغدا النضال الذي كان سرا في المدن صيحة تصغي لها الأمم ويحتفي بها العالم. تصدرت يمنيات جوائز دولية مهمة في اعتراف أممي بنضال المرأة اليمنية وقدرتها على قيادة وأحداث التغيير في مجتمع كان يصف على المدى القريب صورتها بأنها أو صوتها بأنها عورة. ووفقا لموقع قناة بلقيس، المرأة اليمنية من النضال المحلي إلى صدارة الجوائز العالمية. ففي الوقت الذي كان اسم توكل كرمان على صدر مجلة تايم ضمن 100 امرأة هن الأكثر تأثيرا خلال 100 عام الماضية، كانت ياسمين القاضي على منصة التكريم الدولي في الولايات المتحدة، حيث اختيرت ضمن النساء الحائزات على جائزة المرأة الدولية للشجاعة لعام 2020، ليلفت هذا التكريم العالم نحو محافظة يبدو أنها منسية وتقع في الشمال الشرقي لليمن اسمها مأرب، ومنها جاءت ياسمين. اسم اليمن الذي ارتفع في الولايات المتحدة كان قد ارتفع قبل 3 أسابيع من جنيف، حيث كانت لجنة جائزة مارتن أينالز تكرم الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري تقديرا لنشاطها ضد انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة الجنوبية. توفر جامعة صنعاء منذ تأسيسها سكنا خاصا للأساتذة العاملين فيها، لكن بعد سقوط صنعاء بدأت حياة أساتذة الجامعة تتغير، وآخر ما طالهم هو إخراجهم من سكنهم. ووفقا لموقع المشاهد نت، جماعة الحوثي تطالب الدكاترة بإخلاء الشقق التابعة لجامعة صنعاء، حيث أكد مصدر أكاديمي بجامعة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أكد أن الجماعة طالبت عددا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وعائلاتهم أيضا بإخلاء الشقق التي يسكنون فيها منذ عدة سنوات. وقال المصدر للمشاهد بأن القيادي الحوثي إبراهيم المطاع الذي يشغل منصب نائب رئيس جامعة صنعاء طالب بمذكرة وجهها لعدد من أسر وعوائل الدكاترة في السكن الجامعي يطالبهم فيها بإخلاء الشقق بأسرع وقت. الجدير بالذكر أن عددا من البنايات بنتها جامعة صنعاء الحكومية وتحتوي على شقق سكنية تتبع جامعة صنعاء موجودة داخل مقر الجامعة وفي حارات الدائري، وحدة يقطنها عدد من أعضاء هيئة التدريس منذ أكثر من 20 عاما. خسرنا معركة الجوف ولكننا لم نخسر الحرب بعد. تحت هذا العنوان كتب رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر مقاله المنشور في المصدر أونلاين. سنتلقى جميعا هزيمة تاريخية نكراء، فالعدو تمكن من الحصول على وسائل وعوامل القوة أتاحت له الصمود وتتيح له التقدم اليوم، كما أننا شرعية وتحالفا قد تسببنا فيما نحن عليه انقساما وعداوة لبعضنا البعض في إصرار عجيب على إهداء الهزيمة للحوثيين وإيران في هذه المواجهة التاريخية التي تذكر بمعارك العرب الكبرى مع الفرس. لقد نالت اليمن في هذه الحرب من الأذى والتدمير وسفك الدماء ما لم تنله في تاريخها كله، أولا بسبب الانقلابات المتتالية على الشرعية، شرعية الرئيس المنتخب والتي يبدو واضحا الأثر السيء لأموال بعضنا في دعمها، وتاليا بسبب فشلنا وحلفائنا في إدارة المعركة. خسرنا معركة الجوف وقبلها نهم وحجور ووادي أبو جبارة، والملاحيظ علينا الآن أن لا نخسر الحرب. لدينا فرصة أخيرة لتعديل موازين القوة وتغيير اتجاه المعركة نحو النصر. يجب ألا نمنح الحوثيين وإيران سببا إضافيا لنصر جديد. يجب ألا تحصل إيران على نصر يعزز شهيتها التوسعية في المنطقة وينهك العرب ويلحق بهم هزيمة تاريخية سنخجل من تدوينها في كتب تاريخنا المشترك. لا ينبغي لهذا التحالف العربي الواسع وقد أوتي من القدرات والدعم العربي والإسلامي والغطاء الدولي أن يخسر هذه المعركة ذات الطابع المصيري. ليس هناك ما يعوض هذه الخسارة إن حدثت، بل ينبغي لهذه الخسارة ألا تحدث في ظل قيادته الحكيمة. وما يعتقده البعض مكسبا تثبت الأحداث المتلاحقة أنه وهم،
وترتيب غير موفق للخصوم والأعداء في هذه المعركة. نحن نفتقد الكثير وينقصنا الكثير للاستمرار في خوض المعركة، لكن أكثر ما ينقصنا ويلحق بنا الضرر غياب الرؤية التي تعلي من شأن مصالحنا المشتركة. بلدنا مهدد بمخاطر عديدة، وشعبنا مهدد في أعظم مصالحه، وهويتنا تدمر من الداخل قبل الخارج، لكننا لم نخسر بعد إرادتنا في الحرية ومقاومة الجهل والعنصرية وسلالية بغيضة، كما لم نخسر بعد ولن نخسر إرادتنا في الحفاظ على بلدنا كما نريده ونرتضيه لأنفسنا. أمهات المعتقلين أكثر من وقف أمام المعتقلات في صنعاء والمدن الأخرى منذ 5 سنوات، وهن يبحثن عن أبنائهن المعتقلين ويحددن أماكن تجمعهن. وقد خرجنا بحصيلة عن المعتقلات وعنون موقع الصحوانت. رابطة أمهات المختطفين ترصد 262 سجنا في اليمن غيبت آلاف المواطنين منذ 5 سنوات. ووفقا للموقع، تستخدم جماعة الحوثي المسلحة سجونا رسمية وأماكن احتجاز غير رسمية لاحتجاز وإخفاء المواطنين. ويقصد هنا بالسجون وأماكن الاحتجاز غير الرسمية المباني الحكومية ومؤسسات الدولة التي حولتها جماعة الحوثي إلى أماكن احتجاز معروفة محليا بذلك. أما أماكن الاحتجاز الرسمية فهي عبارة عن نقاط تفتيش ومنازل معارضين ومواطنين وجوامع ومدارس استولت عليها جماعة الحوثي واستخدمتها لإخفاء وتعذيب المدنيين، ويديرها مشرفو الجماعة تحت أسماء مستعارة وكنا، ويرفضون التعاطي مع الرسائل والمذكرات القانونية. كما تستخدم التشكيلات المسلحة التابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتيا في جنوب اليمن المعسكرات ومنازل لقادة أمنيين كسجون سرية لإخفاء المواطنين فيها. وأوردت رابطة أمهات المختطفين قائمة بأسماء السجون وأماكن الاحتجاز التي رصدتها واستخدمتها الجهات المنتهكة في اليمن منذ 2015 حتى 2020، وتضعها بين أيدي المهتمين من الحقوقيين، مطالبة بإغلاق جميع السجون وأماكن الاحتجاز السرية ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها. ذهب إلى أبين لزيارة صديقه، وحين عاد تعرض للأسئلة على مشارف مدينته عدن، وقد كتب عوض المطري مقالا نشر في عدن الغد. قبل لحظات وصلت عدن قادما من زنجبار أبين. غريب جدا أمر النقاط المنتشرة هناك، خصوصا منطقة العلم. في نقطة العلم أوقفت السيارة احتراما لمن فيها، مباشرا إلقاء السلام على الجند. العسكري سألني من أين جئت؟ قلت من زنجبار. سألني وأين متجه؟ قلت رايح عدن. قال تحرك، ومشينا في طريق يقال إنه مسفلت وفيه كل حفرة أكبر من الأخرى. وصلنا العلم، وطبعا العلم فيه نقطتان، نقطة الكتلة الخرسانية ونقطة المظلة. جندي نقطة الكتلة الخرسانية كرر السؤال من أين جئت؟ رددت من زنجبار. الجندي يسأل وأين رايح؟ أجبت عدن. وما معك في زنجبار وعدن؟ أجبت ذهبنا زنجبار زيارة لصديق وراجعين عدن لأننا نسكن فيها. الجندي يفتح باب السيارة ويحملق بنظرة بين الكراسي ثم يعلنها تحرك. تحركنا نحو النقطة ذات المظلة، وفيها منفذان للدخول ومنفذان للخروج. تقف السيارات بطابور واحد تتشارك فيه باصات الأجرة وسيارات خصوصي وعربات نقل بمختلف الأنواع. الغريب أن جميع الشاحنات الكبيرة تمر دون التدقيق والتفتيش فقط للسيارات الصغيرة، مع وجود شرطة نسوية خاصة بالنساء. نفس الأسئلة من أين وإلى أين وماذا لديك؟ سألت لماذا لم تشغل المنافذ كاملة؟ رد الجندي هل أخرناكم؟ قلت له ليس القصد، لكن رأيت الشاحنات الكبيرة تمر والسيارات الصغيرة يتم تفتيشها. رد وهل تعطي أوامر أم تفهم أكثر منا بعملنا؟ قلت له لا والله، فقط مجرد رأي. سمعت الزوجة بصوت منخفض وهي تقول تعوذ من الشيطان. لفت إلى العسكري وقلت له ربنا يعينكم ويحفظكم مع ابتسامة. ما صدقت أنني سمعته يقول تحرك. مع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، تنتاب الناس المخاوف من تشابه أعراض الإنفلونزا العادية مع أعراض الفيروس القاتل، ما دفع خبراء صحة إلى شرح الفرق بين الاثنين. وعنوان موقع الحرة الإخباري، إذا كانت لديك أعراض الإنفلونزا كيف تعرف أنها ليست كورونا؟ يقول خبراء إن كنت مصابا بالحمى والسعال فذلك لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا،
الأعراض متشابهة، منها الحمى والسعال وسيلان الأنف، وهي مشابهة لأعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض ولكنك تشعر أنك قادر على إدارتها بالأدوية التي تصرف دون وصفة طبية، فعليك القيام بذلك بدل الذهاب إلى المستشفى. وقالت لورين ساور، أستاذة مساعدة في طب الطوارئ في جامعة جونز هوبكنز، لصحيفة واشنطن بوست: إذا كنت تشعر بصحة جيدة بما فيه الكفاية وأنه لولا الخوف من كورونا لما انتابتك الرغبة في الذهاب إلى الطبيب فلا تذهب. أما إذا كانت الأعراض أكثر حدة، وهي حمى لا تزول وضيق شديد في التنفس وخمول، فقد حان الوقت للاتصال بطبيبك. ويخشى خبراء الصحة من أن تدفع المخاوف الناس للذهاب إلى المستشفى بسبب إنفلونزا خفيفة، ما يؤدي إلى الضغط على غرف الطوارئ، كما أن الذهاب إلى المستشفى قد يكون سبباً في الإصابة بالعدوى. وبحسب التقرير، فإذا كنت تعاني من ضيق شديد في التنفس ولا تستجيب ويبدو لونك أزرق ولديك انخفاض ضغط الدم، حينها عليك الاتصال بالطوارئ. وتقترح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية أيضاً طلب المساعدة الطبية فقط إذا ظهرت عليك الأعراض، وكنت على اتصال بشخص مصاب بمرض، أو كنت قد سافرت إلى منطقة تشهد تفشي المرض أو كنت تعيش فيها. توفي مستشار وزير خارجية إيران حسين شيخ الإسلام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة إيران الرسمية للأنباء. وعنوان موقع ارفع صوتك: وفاة مستشار لوزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا. وكان شيخ الإسلام أحد الطلاب الذين شاركوا في عملية احتجاز الرهائن عام 1979، وبعد أقل من 9 أشهر على الإطاحة بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة. وتكافح إيران لاحتواء انتشار الفيروس الذي بلغت حصيلته حتى الآن 3513 إصابة و107 وفيات على الأقل، بينهم 6 سياسيون أو مسؤولون حكوميون، أبرزهم محمد مير محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، والنائب محمد علي رمضاني، ومجتبى برخنلي المسؤول في وزارة الزراعة. فيما ترقد النائبة عن طهران فاطمة رهبار في غيبوبة منذ إصابتها. وأغلقت إيران المدارس والجامعات وعلقت فعاليات ثقافية ورياضية كبيرة، وخفضت ساعات العمل في أنحاء البلاد ضمن جهود احتواء الفيروس الذي وصل إلى جميع محافظاتها 31. وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان يكتب عن أعظم حدث في تاريخ اليمن، وقد نشر المقال في عدن الغد. الجمهورية أعظم وأهم حدث في تاريخ اليمن، وستظل الحدث الأعظم والأهم لألف سنة قادمة. لماذا نقول ذلك؟ لأن جمهورية المواطنة المتساوية هي السبيل الأوحد لوحدة اليمن واليمنيين، ليس فقط في لم شعث شطري اليمن، بل في لم شعث الشطر الواحد. وعكس الجمهورية هي الإمامة. الإمامة ليست مجرد نظام ملكي، الإمامة أسوأ نظام عرفه تاريخ العالم، مزيج من العنصرية العرقية التمايزية والدينية المذهبية والسلالية المتعصبة. الإمامة أسوأ من أن تكون مجرد نظام ملكي كما يظن بعض المغفلين. الإمامة تاريخيا كانت وما تزال قنبلة انشطارية تشطيرية تفتيتية في عصب اليمن وقلبه وأوردته، وما ذاك إلا لأنها خلقة تقوم على قنبلة التمييز والتمايز. ولذلك نذكر الغافلين بأنه لولا قيام الجمهورية في الشطرين بعد ثورتي 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر لما تمت وحدتهما بعد ذلك. الإمامة بطبيعتها فيروس تفتيتي انقسامي بسبب نشأتها التمييزية العنصرية. تذكروا أيها الغافلون، لم يكن للبلاد أن تتوحد في وجود النظام الإمامي العنصري في صنعاء، وما تزال الجمهورية هي الترياق الناجع لكل أمراض اليمن القاتلة الإمامة والمناطقية والمذهبية والتمايز المتخلف بكل ألوانه، تماما مثل ما أن الإمامة ما تزال السبب الأكبر في تفتيت اليمن وتقسيمه وتمزيقه وتدميره. تنظر المحكمة الإدارية ببرلين في اتهامات موجهة لزوج وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفي بعد قيامه بأعمال غير مصرح بها
لجهات أخرى أثناء وظيفته الحكومية وتغيبه المستمر عن العمل ما يشكل إحراجا للوزيرة الاشتراكية. ويعنون موقع الدي دبليو محاكمة زوج وزيرة ألمانية بتهمة التغيب عن العمل والغش. وكشفت تقارير إعلامية أن زوج وزيرة الأسرة في ألمانيا قام بأعمال إضافية غير مصرح بها في 54 حالة تكررت خلال ساعات عمله كموظف، ما أدى إلى إهمال واجبات مرتبطة أو واجبات مرتبطة بوظيفته الحكومية. المحكمة الإدارية في برلين تتهم أيضا زوج الوزيرة الألمانية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تتهمه بالتغيب وإدخالات غير صحيحة في جداول العمل الزمنية والاحتيال في حساب نفقات الإفادات. وقال الموقع إن المحكمة استمرت رغم أن ذلك أدى في النهاية إلى إهمال واجبات عمله الأساسية وانتهى بطرده من الوظيفة. بالتأكيد فإن هذه القضية تسبب حرجا للوزيرة الألمانية البالغة من العمر 41 عاما، حتى أنها قالت ردا على سؤال من صحيفة ألمانية عما إذا كانت على علم بمخالفات زوجها: لا يمكنني إبداء أي تعليق على الأمور الشخصية لأفراد عائلتي. الأحداث من خلال الصور والتي وثقها مصورو صحيفة الغارديان البريطانية من مناطق مختلفة حول العالم، نتابع. إلى رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة من حلقتنا لهذا اليوم. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.